الحين الحلقة الأخيرة راح نتكلم عن الوقاية، وأعتقد أن هذا أهم جزء من حوارنا اليوم. بالتأكيد إحنا عندنا وايد أشياء لازم نشتغل عليها بالوقاية. أول شيء إحنا لازم نعرف التنمر للطفل. ما يصير إحنا نتوقع أن الطفل هذا أو الشخص هذا يعرف شنو يعني تنمر، صح ولا لا؟ ممكن هو عبارة أن هذا شيء طبيعي، فلازم إحنا أول شيء نعرف التنمر للطفل أو للشخص، نقول لأنه ترى هذا سلوك غير طبيعي وهذا السلوك غير مقبول. بعد ما احنا نعرف التنمر لازم ايضا نفتح قنوات التواصل مع الطفل هذا، وهذا الحين عاد يقع الدور او المسؤولية على ولي الامر او المقدم الرعاية. ففي ناس يقول لك يا اخي انا الطفل ما يبطاري التنمر، مو مهم انه يبطاري التنمر، انت ما راح تنطر لما يتنمرون عليه عشان انت تتكلم عن التنمر. فأسئلة بسيطة ممكن أنت كل يوم تسأله عن شو اللي سوى اليوم في المدرسة، وتستمع بطريقة نقول بدون ما تحكم عليه، non judgmental. وبعدين لما تسمع بالطريقة هذه راح يكون عنده قابلية أكثر طفل إنه يتكلم عن الأشياء هذه إذا صارت. فرقم واحد، نفتح قنوات التواصل مع الطفل، خليه يتكلم على راحته بكل أريحية، وما نسمح إن أحد يعرقل التواصل هذا. الطفل وصل اليوم لمرحلة فاهم، لأنه قاعد يتعرض إلى مثيرات كبيرة ويعني وفوق عمره، فبالتالي إحنا لا يكون عذرنا بس إنه والله شلون أنا أفتح قنوات التواصل، شي فهمه ولدي إن أنا أكلم عن هذه المواضيع. لا لا لا، محتاجين اليوم نوصل رسالة حق الأهل إن لا، الولد يفهم، وأن أنا محتاج أن أنا أفهمه بطريقة تتناسب مع 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 العقل أو المفاهيم اللي موجودة برأسه. فإذا وصلت لهذا بطريقة بسيطة بطريقة هني، فعلًا راح يبتدي الطفل يعبر، راح أكسر حاجز الخوف، وهذا جدًا مهم. متى ما كسرت حاجز الخوف وبنيت هذا من خلال الاحتواء، من خلال التطمين، من خلال التفهم، أنا هني قدرت أن أنا فعلاً أخلق بيئة صحية أقدر من خلالها أني أنمي شخصية فعلاً متزنة قادرة على إدارة مهارات التواصل بشكل بناء. أضيف على مهارات التواصل، نعم، مهارات التعامل مع المتنمر. يعني الحين إحنا فتحنا قنوات تواصل، صح؟ تكلم الطفل عن الموضوع، طيب شنو راح نسوي بعدين؟ شنو المهارات اللي لازم يكتسبها هذا الضحية، إذا نبي نسميه ضحية؟ ففي وايد ترى يعني مهارات ممكن نعلمها، مثل أول شيء إن إحنا نقول stand up to the bully، إن لازم أنا لما المتنمر يلي لازم أنا أطالعه وأقول له لو سمحت وقف بكل صراحة بكل أريحية. طبعا هذا شيء يتطلب نوع من الثقة بالنفس، إني أنا أروح وأقول حق الشخص لو سمحت توقف عن التنمر. زين، رقم اثنين، ان انا يا اخي اتغاضى عن الشخص هذا، اذا شفته وقاعد يقول كلام ابتعد عنه وامشي بطريقي. في طريقه ثالثه ينصحون فيها الاطفال، ان يكونون مع مجموعه، لان دائما المتنمر يصيد الشخص وهو بروحه، ها ما اذا كان مع مجموعه شويه ممكن يتردد، او اذا يعني حس الطفل انه هو ممكن المتنمر يله يكون حوالي الناس اكبر منه او بالغين، فهذا الشيء ممكن يساعد على ان المتنمر ما يكرر السلوك هذا. وطبعا في طرق وقاية اكبر على مستوى المجتمع، على مستوى المدرسة، ان لازم تصير في آلية واضحة ويتم تبليغ عن الحالات هذه، حالات التنمر، بطريقة سرية تحفظ سرية المبلغ. صحيح، فهذه اشياء وايد مهمة، اذا الاشياء هذه كلها مو موجودة احنا ما راح نقدر نعالج القضية. صحيح، يعني وجزئية مهمة تكملة على كلامك، إن إحنا محتاجين في المدرسة نعزز دور الأخصائي الاجتماعي ودور الأخصائي النفسي في إنه هو يحاول يحدد، يعني لأن في بوادر إحنا نسميها، في علامات واضحة للمتنمر وفي علامات واضحة للي قاعد يمارس عليه التنمر. فأنا هني دوري إن أنا قبل لا أخلي المشكلة تتفاقم، إن أنا دوري إن أنا هني بالتالي إني أحدد، أشوف
شنو اللي قاعد يدور في الفصول الدراسية، شنو اللي قاعد يدور بالساحات المدرسية، شنو اللي قاعد يدور عندي في المدرسة. فهذا جزء جدا مهم، ان انا قبل لا يوصل الموضوع الى مرحلة وايد متطورة، ليش انا ما ابتدي ان انا من البداية ابتدي اللي هي تحديد المشكلة من البداية. هذا جدا راح يغنيني ان انا أوصل لمرحلة أني تتطلب إلى علاج، وتتطلب إلى أن أنا تدخل علاجي أو إرشادي قد يأخذ ممكن أحياناً شهور أو يمكن يمتد إلى سنوات عديدة. فهذه نقطة جداً مهمة، ولا بأس من أن هم أنا أشرك، أرد وأقول الأسرة إذا أنا شفت والله مثلاً ولدي أو بنتي يعني بالمدرسة صار في دروب في التحصيل الدراسي، أو صار في سلوك تجنبي، أنه بلش مثلاً يمشي بروحه في المدرسة، أنه ينعزل في سلوك العزلة هذه، زين أنا أبتدي أي أخذ الطفل، أي أبتدي أتكلم معه، أقول له شو اللي صاير معاك، أنا ملاحظة عليك في الآونة الأخيرة أنك أنت قاعد. هذا التواصل راح يخلق أنه ترى ما في أجمل من شعور أنه في شخص حاس فيني، في شخص قاعد يحس في المعاناة اللي أنا قاعد أعيشها طول اليوم. ترى هذا شيء مو هين، يعني إحنا ككبار بالعمر زين، فما بالك يعني لما ألقى أحد يحس فيني إيش كثر تفرق معي، فما بالك طفل عاجز، لأنه هو فعلا في مرحلة اللي خصوصا ضحية هذه، إنه يحس في شعور إنه هو عاجز، مو عارف يتصرف، مو قادر يجد الحلول. فلما يلقى إن الشخص إن أنا ترى معاك، خلنا معاك مع بعض، خلنا نجيب الأسرة نتكلم، هذا فعلا قد يساعدنا وايد في أن نحد في المشكلة بشكل كبير. ولا بأس أن إحنا يعني تكملة على ذلك، أن المدرسين أو الأخصائيين هم محتاجين أن هم يدربون، يحصلون على دورات تدريبية ورش عمل في التعامل مع المتنمر، والتعامل مع ضحايا التنمر، وطرق اكتشاف وتحديد المتنمر. لأن يعني أنا أشوف هذه نقطة مهمة، أن الموضوع مو بس أن يلا إحنا شغل بس إداري واتصال على ولي أمر وتعال ولدك سوالي المشكلة الفلانية، ولدك والله طق فلان، لا 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 لا، إحنا محتاجين نشوف جذور المشكلة من وين جاية. فبالتالي إثارة وعي المعلمين أن إحنا ندربهم على مهارات معينة، هذا تساهم بشكل كبير في أن أنا أتعامل مع المشكلة. في جزئية مهمة، إذا إحنا قاعد نتكلم عن يعني وقت حدوث حادثة التنمر هذه، في ناس عادة لما يشوفون اثنين يتنمرون على بعض يروحون لهم يقول لا لا يلا تصالحوا، أو يلا اعتذروا من بعض، حزت التنمر، وهذا أكبر خطأ، وهذا مو طريقة صحيحة نتعامل فيها مع التنمر. فأول شيء لازم تسويه، أول شيء إنك أنت تقيم الأمن زين، فتتأكد هل في أسلحة، هل في شيء خطر قاعد يصير، لأن إذا في شيء خطر لازم أنت تنادي الجهات الأمنية زين. طالما ما في شيء، ما في استخدام لأي أسلحة أو أي أذى جسدي وقع على أي أحد، فهني عاد أنت لازم تفرق الأثنين زين. وقبل لا تحكم على واحد منهم أنه هو كان قاعد يتنمر، لازم تقعد مع كل طرف بروحه زين، وما تطالبهم أنهم يتصوفون مع بعض قدامك، ولا تقولهم يلا فلان قم اعتذر حق فلان. هذه وايد نشوفها، وهو صراحة تعامل غير يعني. نعم أنا أتفق معك، هذه جدا، أو أسوي لهم نوع من الكونفرونتيشن وأواجههم، ويكونون أوردي كل واحد فيهم معبي زين، وعنده اللي هو الانفعال طاق العداد، فراح تلقى يتحول الموضوع من موضوع اعتذار إلى موضوع ممكن يتفاقم الوضع، وراح يكون في يعني نوع من اللي ممكن يصير فيه حدية. أنا مش فائل إن إحنا قاعد نتكلم عن التنمر، لأن مثل ما قلت إحنا عادة لما نطالع المشاكل أو مشاكل نفسية بالمجتمع نطالع كل مشكلة بروح، صح؟ عندنا مشكلة تعاطي، عندنا مشكلة سلوكية عند بعض الناس، عندنا تدني في المستويات العلمية. طيب احنا ممكن نمنع الأشياء هذه إذا اشتغلنا على الأساس، إذا احنا منعنا الظاهرة هذه. فأنا فعلا متفائل أن القضية هذه قاعد تثار في المجتمع، الناس قاعد تتكلم عن الشيء، لأن قبل ما حد كان يتكلم عن الشيء هذا. فإذا احنا فعلا قدرنا
ان نمنع ظاهرة التنمر، ممكن احنا نمنع كل تبعات الانتاج او يعني نسبة منها، من التبعات اللي تفضلت فيها، اضطرابات القلق، اضطرابات الاكتئاب، حالات حتى الافكار الانتحارية وسلوك إذاء الذات، كل الامور هذه متعلقة بشكل او باخر بالتنمر. انا صراحة في الختام انا صراحة ودي اوجه رسالة لكل شخص يحس انه هو تم التنمر معه، ان لا زال هناك امل، وفي دائما فرص انك انت تطلب المساعدة. فاذا انت كنت طفل فحاول انك تدور على شخص تثق فيه اكبر منك ممكن يساعدك، سواء من اهلك او ممكن مدرس او ناظر او احد حواليك. فعادة الشخص يعني غالبا نسمعهم يقولون انا اقدر يعني اساعد نفسي، بس مرات انت محتاج مساعدة غيرك، فهذا شيء وايد وايد مهم. واذا بالنهاية حسيت انك انت مو قادر تلقى حل حق المشكلة هذه، لا تتردد انك تطلب مساعدة الجهات الامنية. وفي الختام ابي اوجه رسالة، ولكن اول رسالة راح اوجهها للاهل، محتاجين ان احنا نعزز اللي هو اساليب التنشئة الاجتماعية الفعالة، اللي هي نحاول نخلق بيئة صحية عند الطفل مبنية على الاحتواء بالدرجة الأولى، مبنية أن أنا أتقبل طفلي، أتقبل ولدي نفس ما هو، محتاج أن أعلمه اللي هو شلون ياخذ حقه بطريقة غير مؤذية، أفعل دور الرقابة في البيت، أخلي في عندي اللي هي هذه الكواليتي أوف تايم وايد مهمة مع الطفل. هذه الساعة اللي أنا أقضيها مع طفلي كثير ممكن تخليني أن أنا أفهم شو اللي قاعد يدور داخل رأسه، شنو المخاوف اللي هو قاعد يواجهها في المدرسة، شنو الصعوبات اللي قاعد يواجهها. هذه جدا جدا مهمة، هذه من ناحية. ونفعل المراقبة أهم، هذا جزء وايد مهم أوجهه حق الأهل. من ناحية ثانية أنا عندي رسالة للمدرسة، أن المدرسة هي وزارة التربية ومن ثم التعليم، فإحنا محتاجين أن نتعامل مع الأطفال على أنهم يعني بالذات في مرحلة الطفولة. عندي الطفل نفس الإسفنجة، أنا أقدر يعني أغذي أو أنمي عنده مهارات أو أدوات يستطيع من خلالها أن يتعامل مع مشكلات مثل التنمر. أفعل دور المعالجين النفسانيين، وأفعل دور هو الأخصائي الاجتماعي في احتواء هذه المشكلة، في أني أراقب أي تغيرات سلوكية في أي طالب عندي في المدرسة، أشوف هذا التغير من وين جاي، ما أضر لي على أن هي مشكلة بس يلا الحين وراح تروح، لا، أوليها الاهتمام، أوليها درجة من الاهتمام. هذا جدا يفرق مع الطفل، خصوصا أن الأطفال والمراهقين وايد يعني جدا عندهم مهم اللي هو أن أنا أبي شخص يفهمني، لأنه عادة عند الطفل والمراهق خصوصا المراهق أن أنا ما لي لاقي أحد يفهمني، مو لاقي أحد أن يستوعبني، فبالتالي لما يلقى أحد يستوعبه ويحتوي بهذه الطريقة لا شك بأن هذا راح يحدث تغيير، مو بس في سلوك التنمر، يحدث تغيير في بناء شخصيته بشكل عام، في طريقة إدارته لأفكاره، في طريقة إدارته لمشاعره، وهذا راح ينعكس بطريقة أو بأخرى أنه يخلق عندي سلوك صحي في التعامل، بدال ما يخلق عندي سلوك عدواني في التعامل مع الآخرين.